الدنيا بقت ماشية بسرعة، إيقاع الحياة بينسينا حاجات كتير. إزاي نربي أولادنا؟ إزاي نوجههم علشان يكبروا من غير أمراض نفسية؟ إزاي أتصرف مع ابني لما يغلط؟ علاقتنا في شغلنا، بين زمايلنا وصحابنا، وفي بيتنا، ما بين أهلنا وناسنا. كل ده وأكتر هنعرفه ونناقشه في برنامج خطوة جديدة مع الدكتور عبد المحسن دايغن على راديو كامل. راديو كامل، محطة على المحطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج خطوة جديدة مع الدكتور عبد المحسن دايغن. هنتكلم النهاردة عن مشكلة من المشكلات اللي موجودة عند كتير من أطفالنا، وهي قلق الأطفال. إيه ده؟ معقولة يا دكتور حتى الأطفال عندها قلق؟ الإجابة نعم، حتى الأطفال عندها قلق. قلق الأطفال ليه مظاهر كتيرة، ربما يختلف شوية عن قلق الكبار. القلق إن الولد يكون متوتر، القلق إن الولد عنده قضم أظافر، إن القلق نحس إن الولد بيعرق كتير، الولد بيخاف من أي حاجة، لو حد خبط فجأة على باب البيت الولد بيقلق، الولد بيخاف، الولد متوتر، الولد بيخاف يدافع عن نفسه، الولد زميله قال له كذا وهو خاف يرد عليه لأنه الطفل طول الوقت قلقان، طول الوقت متوتر. إذن في حاجة اسمها قلق أطفال؟ نعم في حاجة اسمها قلق أطفال، وبرضو زي ما تعودتوا معايا في البرنامج طول الوقت نسبة كبيرة من مشاكل ولادنا بنبقى احنا الغلطانين فيها. طب تعالوا نشوف ايه هي اهم الاسباب كده اللي ممكن تخلي الولاد عندهم قلق علشان نبقى عارفينها ونتعامل معها. مثلا انتقال الطفل من مرحلة الى مرحلة بتزود توتره وقلقه، يعني هو كان في سنة اولى ابتدائي او تانية، راح مدرسة جديدة او راح فصل جديد مع زمايل جداد مع مدرسين جداد، ففترة الانتقال دي تعمل للولد قلق. طيب علشان نقلل القلق لازم نكون قريبين من الولد في المرحلة دي، لازم طول الوقت بنسأله عن المدرسين وعن زمايله ومين كويس ومين وحش وبتعمل ايه علشان ما نحسسوش بالوحدة من الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أو من فصل إلى فصل. أحيانا فترة الانتقال من الدراسة للأجازة أو الأجازة للدراسة بتعمل شوية قلق عند الولاد، خاصة الخروج من الأجازة وبداية الدراسة، فلما نكون داخلين على عام دراسي جديد نعرف أن ولادنا هيكونوا قلقانين شوية، فلما الولد يعمل سلوك فيه قلق ما نخافش ما ننزعجش، بس كمان نقرب منه نحسسه أنه مش لوحده، ده علشان نخفض مستوى القلق اللي عنده. الولاد كمان ممكن قلقهم يزيد لما ننتقدهم كتير، الانتقاد عند الولاد بيعملهم حالة شديدة من القلق، أحيانا انتقاد المدرس، أحيانا انتقاد الأب أو انتقاد الأم، ده يزود القلق والتوتر اللي بتخليه الولد عنده حالة من الوحدة، مش قادر يقعد مع حد أو مش قادر يتعامل مع حد. القلق عند الولد ممكن يزيد لو حس إنه ارتكب ذنب. الذنب عند ولادنا غير الذنب عندنا، الذنب عند ولادنا ممكن لأنه خد الألم من زميله فحاسس بالذنب، أو كسر الألم بتاع زميله، أو عمل حاجة ما يصحش يعملها، بس لأنهم شفافين أكتر مننا ولأنهم على الفطرة أكتر مننا الأشياء البسيطة بتحسسهم بالذنب، فنلاقي الولد قلقان ومتوتر. علشان كده كل أسباب القلق تضيع وتنتهي لو الأم قربت من ابنها شوية، لو الأب كان عنده رفق بابنه شوية، وبطلنا انتقاد وما نحسسهمش بالوحدة ونتكلم معاهم أسباب القلق هتقل. لو ابني عنده قلق أعمل إيه؟ هقولك أول حاجة وقف انتقاد ليه، لأنه الانتقاد للولاد اللي عندهم قلق عمره ما بيجيب نتيجة صح، إنما طول الوقت بيجيب لنا نتائج غلط وبيزود القلق عنده. كمان ساعد الولد إنه يفهم بعض الأمور المعقدة من وجهة نظره، فالولد ممكن يعيش حالة قلق لأنه مش عارف هو الجنة والنار شكلهم إيه، هو فعلا لما نكذب هنروح النار؟ آه لما نكذب هنروح النار، بس لما نعمل حاجة كويسة ربنا هيغفر لنا الكذب اللي احنا كذبناه، إنما حسب عقلية الطفل بيبقى متصور إنه لو كذب كذبة أو عمل حاجة غلط يبقى مصيره النار لا محالة، فعلشان كده بيبقى متوتر وقلقان. لازم نفهم الأمور دي عند ولادنا، هي أمور تبدو بالنسبة لنا بسيطة ولكنها في عقل ولادنا معقدة وبتزود قلقهم.
يمكن يكون من الحاجات اللي بتقلل القلق ان احنا ننمي قدرته على حل المشكلات. القدرة على حل المشكلات يا دكتور، هو الولد في السن ده عنده مشكلات؟ الولد في السن ده عنده مشكلات، ولكن رغم بساطتها بالنسبة لنا الا انها معقدة جدا بالنسبة له. يلا تعالوا كده نعلم الولد، لما يكون عندك مشكلة اتصرف كذا، واجه المشكلة ما تتجنبهاش. انت زعلان او عندك مشكلة مع زميلك فلان علشان انت قلت له او اتقال انك قلت له كلمة غلط، روح له قل له انا ما قلتش، انا عملت كذا وكذا، انا قلت كذا وكذا. هنا احنا بنعلم ولادنا ازاي يواجهوا المشكلة. نفس اللي بيعمله الولد وهو في سن 5 أو 6 سنين هو نفسه اللي هيقدر يتعامل مع المشكلة لما يكون عنده 30 سنة وبينه وبين رئيسه في العمل مشكلة أو بينه وبين زوجته. هي المسألة الفترة دي غاية في الأهمية، لأنها بتشكل سلوكه المستقبلي. لو اتعلم الولد أنه يتجنب المشكلة، لو اتعلم أنه يقعد لوحده وما يحكيش المشكلة، هو نفسه لما يبقى عنده 30 و40 سنة لما تحصل مشكلة مش هيقدر يواجهها ولا هيقدر يتعامل معها. علموا ولادكم ازاي يحل المشكلة. كمان بلاش نستفز غيرة الطفل، لانه استفزاز غيرته زي انه اخوك احسن منك، شوف اخوك بيعمل ايه وانت ما بتعملش. استفزاز غيرة الطفل بتزود قلقه. وكمان قعدوا ولادكم مع الناس الكبار، يعني مفيش اي مشكلة لما يكون ابنك عنده 6 أو 7 سنين خده معاك وقعده في وسط اصدقائك وهزر معاه واتكلم معاه، ده بيقلل حالة القلق اللي عنده. اسمعوا لمشاكل ولادكم، ده هيقلل القلق. بلاش صوت عالي في البيت، لأن الصوت العالي بيخلق قلق عالي عند الولاد وبيخليهم عندهم عصبية، بيخليهم متوترين، بيخليهم متأخرين دراسيا. ولما نتكلم عن حلقات كده عن التأخر الدراسي وعن صعوبات التعلم، هنلاقي أنه فعلا الصوت العالي في البيت والخناقات والعصبية بتعمل لنا مشاكل كتيرة قوي. لما نكون جونا هادي في البيت، كل ما كنا عقلانيين مع أولادنا، كل ما كنا بنسمع لأولادنا، بنقرب ليهم، بنطبطب عليهم، كده قلقهم هيبقى أقل، كده هيبقوا متسقين ومتزنين نفسيا ودراسيا. وإلى حلقة جديدة من برنامج خطوة جديدة مع الدكتور عبد المحسن ديغم على راديو كيمت، محطة على المحطة. كنتم مع خطوة جديدة مع الدكتور عبد المحسن ديغم على راديو كيمت. راديو كيمت، محطة على المحطة. راديو كيمت، محطة على المحطة.